صورا ومفردا نعتل مبني يلي فافتح او ينصبا او يرفع تعتلي. يوضح رحمه الله في هذا حكم تابع اسم لا نفي الجنس. قال المفرد النعت المفرد لمبني ويليه لك في ثلاثة أجوه، تقول لا رجل وريف غائب وريف نعت لمفرد مبني وهو وقد جاء بجانبه مباشرة، لك في أن تقول لا رجل وريف بفتحهما، تقدر أنك ركبت النعت والمنعوت قبل دخول لا فصار شيئا واحدا ثم دخلت عليهم لا عليهما لا فصار شيئين، والعرب تركب شيئين لا تركب ثلاثة، ولكن تقول لا رجل وريفا غائب وريفا نصبتها تبعا لمحل اسمي لا لأنه بيعرف في محل نصب، ولكن تقول لا رجل وريف غائب وريف رفعته تبعا للا مع اسمها لأنهما محل معا حل محل المبتدئين. قالوا مفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدي، لك فيه الفتح باعتبار ولك النصب باعتبار ولك الرفع باعتبار. قال رحمه الله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، غير ما يلي تقول لا رجل في الدار وريفا غائب، النعت لم يلي المنعوت وصل بينهما، لك فيه النصب اتباعا لمحل اسم لا والرفع اتباعا لمحل لا واسمها. الفتح لا يجوز لأنهم لا يركبون أكثر من شيئين. وغير المفرد غير المفرد مثل لا رجل طالعا جبلا أو لا رجل حسن عمله أو حسن عمله غائب، غير المفرد الشبه المضاف والمضاف، أو لا رجل طالب علم غائب أو طالب علم، غير المفرد في هذا الباب ما ليس مضاف، غير المفرد هو المضاف والشبه المضاف. النعت المنعوت غير المنعوت، خرج بقوله مبني المضاف ليس مبنية الكلام في النعت للمنعوت، المنعوت إذا كان مضافا خرج فهو خارج بقوله مبني، ومفردا نعتا لمبني إن كان لغير مبني وهو المضاف وشبه المضاف لا يدخل بهذا الكلام. وغير ما يلي وغير المفرد كما قلت قبل قليل لا رجل طالعا جبلا أو لا رجل حسنا عمله غائب، لك فيه النصب إتباعا لمحل اسم لا والرفع إتباعا لمحل لا واسمها. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع أقصده، والعطف إن لم تتكرر لا حكما له بما نعته المحصنة، إذا لم تتكرر لا والنعت إن لم تتكرر لا حكما له بما نعته المحصنة، والعطف والنعت والعطف تقول لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة غائبان أو لا رجل وامرأة غائبان، والعطف إن لم تتكرر لا حكما له بمال النعت المفصول، وإذا عرفنا حكمه النصب أو الرفع. وأعطي لا مع همزة استفهام لا تستحق دون الاستفهام، هكذا أطلق ابن مالك قال إذا دخلت همزة الاستفهام على لا نفي الجنس لا يختلف الحكم، تقول لا رجل في الدار وتقول ألا رجل في الدار، وتقول لا طالب علم محروم وألا طالب علم محروم، وضع وغيره فرق. قال إذا كانت الهمزة للاستفهام عن النفي أو كانت للتوبيخ فالحكم كذلك، التوبيخ كقول حسان رضي الله ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير، ألا رعواء لمن ولت شبيبته، هذا توبيخ. والاستفهام عن النفي كقوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد، قال حكمه كذلك. وإذا كانت للتمني قالوا حكمها حكم ليت لا يجوز إلغاؤها ولا إتباعها على المحل، قالوا بما هي بمعنى أتمنى، بمعنى أتمنى لا يجوز إلغاؤها، ليس معنى ليت بمعنى أتمنى لا يجوز إلغاؤها ولا إتباعها على المحل ولا خبر لها يعني بمعنى أتمنى. وقال بعضهم هي كالأولى، واستدلوا بقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع الرجوع، قالوا مستطاع إما خبر عن عمر انتقضت قاعدتكم قلتم لا خبر لها، أو نعت لها انتقضت قاعدتكم بقولكم أنه لا أتبعوا، والمناصر والنسبوي قالوا لا شاهد فيه، ألا عمر ولا مستطاع الرجوع قالوا مستطاع خبر
ورجوعه متنع. والجملة نعت لقوله عمر ولم يتبع على له ولم يخبر عنه، والله أعلم. ورأي رأي ابن مالك لأنه تسهيل أفضل. قال والعطف العطف لام همزة استفهام، وشاع في الباب إسقاط الخبر، باب دال في الجنس شاع فيه إسقاط الخبر إذا كان معلوما فهو واجب حذف عند الطائيين والتميميين وراجح عند الحجازيين. قال تعالى من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي لهم، قالوا لا ضير أي علينا، فإن لم يعرف لابد من ذكره كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله. قال إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح، هو موجود لكنه غير مصبوح، الخبر لو لم يذكر لما عرف. أنا أقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطها.